إيش وقت اللي نعرفه برشا ناس وبرشا عائلات تونسية بين الخدمة العائلة متطلبات الحياة متاعهم ديما يتسألوا هل أنه مسهل علينا كونا نتصرفوا في الوقت متاعنا خاصة باش نعطيوا الوقت للعائلة متاعنا باش نكونوا أسرة سعيدة متحكمين في الوقت متاعنا. وبرشا ناس يتسألوا في الإطار هذية هل أنه عندهم الوقت الكافي باش يعملوا الحاجات اللي كانوا حدوها وإلا لا. وكيف كيف برشا من ناس أخرين يقولك أنا خلطت نعمل الحاجات اللي حددت وناس خلينا يقول لك ما خلطتش نعمل الحاجات اللي كنت حددتهم ونلقى روحي نهاري كامل بخاتيك ما يتعدى من غير ما نجم نكون عملت حاجة وإلا وصلت عملت اللي نحب عليه في النهار كامل. يقول لك الوقت امشي هكيكا حتى من صغيراتنا اللي يبدو جنرال ما تقول صغير يعدي برشا وقت باش يقرأ الوقت ما يوصلش يكمل وينجز الواجب امتاعه. اليوم حكينا لكم على التحكم في الوقت مع الأخصائية والمعالجة النفسية سونيا جبالي خاصة كيفاش نجموا نتحكموا في الوقت متاعنا وكيفاش نعطيو أهمية للوقت مع بعض التخطيط مع وضع الأولويات خاصة كيفاش نحدو الأولويات متاعنا كيفاش نرسمو الأهداف ونشوفو أشنية العوائق اللي تنجم تخلينا في غنى على التحكم في الوقت متاعنا لإنجاز كافة الأشياء وقت اللي نعطيو فرصة لرواحنا باش ما نوصوش لك الإرهاق النفسي. مازلنا مصين معاكم رايكم أنتم السادة مستمعين نسمعوه تتسويت في الميكرو خطوة غام. الحقيقة من الصعب يعني من الصعب أن الناس تتصرف في الوقت الحياة اليومية يعني يتطلب برشا وقت يعني تلقاك مقسم وقتك بين وخاصة الأم يعني اللي تبدأ تخدم بين دارها بين صغارها بين خدمتها فهمت بين حياتها يعني العائلية. الحقيقة من الصعب يعني على حساب ساعات واحد وقته وصحته على حساب برشا حاجات باش أمه يحاول يوفق باش صغيره يكون يعني متميز في قرايته يكون ما ناقصه حتى شيء بنظاف. الحقيقة صعيب الوقت هنا توا في تونس مع متطلبات الحياة العصرية وصغير ما شاء الله يحب الحاجات يعني يحب برشا حاجات يعني محلولة كما نقولوا احنا. الحقيقة من صعب الحمد لله ربي وفقنا وكاوش نعيش صغيراتنا ونحاول نقسم وقتنا ونحاول نوظفه يعني شوية هي معادلة صعبة الحقيقة اما نحاول احنا هكا نوظفه شوية الوقت باش كيفاش يقولوا فيها شوية منا شوية منا ونحاول نخلق شوية توازن يعني في العائلة. بالنسبة للعائلات اللي فيها الزوج وزوجة يخدموا صعيب ولا برشا انه ينجموا يصرفوا في الوقت متاعهم بين الخدمة وقضاء حاجات الأسرة ومتابعة الأبناء في دراستهم في هزانهم وجبانهم من المدرسة أو المعهد أو الروضة. بعد الخدمة يرجع الكوبل للدار متعب وستريسي برشا وما يلقاش حتى الوقت باش يتفرج على فيلم ولا يقرأ كتاب ولا يقعد مع صغاري ولا عمهم شوية. بالنسبة لي لقيت الحل في تقسيم الأدوار بيني وبين زوجتي، هي تهتم بكل ما يخص الدار والصغار متابعة قرايتهم وأنا الدورة بتاعي في كل ما يخص الشرائح خلاص بعض الفواتير في توصيل الصغار لقرايتهم ومتابعتهم في الدراسة مع المعلمين متاعهم. فوالا هوني المتدخل الاخير كان قاسم الادوار بينه وبين الزوجه بتاعه. ولو نحن في الحصه فرته كنا تحدثنا على تقسيم الادوار اللي هو يكون بصفه عفويه يجي دونك ما نقسموش المهمات نتاع المراه، هي موكول لها مهام داخل البيت والزوج موكول المهام خارج البيت. وقت اللي المراه تنجم تعمل حاجات لبرا من الدار تنجم تعملهم وهو كيف كيف ويكون هكاك تبادل الادوار بين الزوج اطراف لكن المقرين به الناس الكل اللي هي معناها المهمه تعتبر مهمه أصعب. وهذا اللي تحدثنا فيه قبيلة بشوية مع الأخصائية والمعالجة النفسية سونيا جبيلي في هذا الإطار اللي قلت لكم اللي الكل راهو هو تدريب تدرب روحك ولو فيت دخلت فيك التدريب هذيك مش تدخل في مرحلة التعود اللي أوتوماتيك مو تلقى روحك منظم غينكو معناها جوست الحاجة اللي كانت أكدت عليها سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسية اللي فما نص ساعة كافية باش أنت تعطي الوقت لروحك باش تكون أكل متنفس ليك أنت وكيف كيف نص ساعة زيادة لصغيراتك باش تعطيهم من وقتكم باش تعطيهم من الحب من الحنين. وما نحكيوش هنية على الوقت بقدر ما نحكيو على معناها كيفاش نجمو ان نجريو النسق هذيك في ظل النص ساعة. مانيش نحكيو على التوقيت لكن نحكيو على لكاليتي النوعية متاع الوقت. تنجم نصيف ساعة تعديها مع صغيرك ميوكو تبدأ انت معاه ساعة ولا ساعة ونص كاملين وماكش مركزة معاه ما تنجمش تفهمه هو شنو اللي يحب وشنو اللي ما يحبوش. رغم كيف في نص ساعة هنية التحكم في الوقت اللي نجم يساهم باش يحللكم برشا امور خاصه تكون احياتكم منظمه وسورتو تبعدوا على الستريس والقلق اللي نجم ياثر عليكم ومرحله الارهاق اللي لطف عليكم لا قدر الله تنجموا توصلوا لها الناس الكل. وهذا اللي ندخل فيها كالحلقه المفرغه واللي نبداو مانيش فايقين مالوغوزمون برواحنا وبعد يستصعب علينا القيام بالمهام نتاعنا ونلقاو رواحنا ايبويزي ما عادش عيننا باش نعملوا حتى شيء ونكونوا واعيين اللي احنا ما نجموش نعملوا حتى
حتى شيء، لكن ما نجموش نتحكموا في رواحنا وما نجموش نتصرفوا. هذا اللي نجم يفرق بين الاكتئاب وبين لو سندروم برون اوت اللي هو ما يعرف بمفهومنا العادي اللي هو كالارهاق النفسي اللي برشا من الناس يحكيوا عليه وبرشا من الناس يدخلوا في الحلقه المفرغه هذه. هذاك علاش اليوم حابين نحكي لكم على تحديد الوقت وتحديد المهام نتاعكم من خلال الاولويات، وخاصه تحديد الاهداف باش تبعدوا على عوائق عدم التحكم في الوقت، وخاصه كيفاش تتغلبوا عليها. 70 035 120 الا 77 288 289. حابين ناخذوا من تجاربكم، هل انتم كعائله تنصيه قادرين توفقوا بين العائله الدار متطلبات الحياه وقادرين تتحكموا في الوقت نتاعكم وتعطيو الفرصه لرواحكم باش تنفسوا على انفسكم؟ يعيش في جراح.